المؤسسة الوطنية للنفط في تقرير جديد لها قالت إن حجم الإيرادات السنوية لعام 2018 حتى نهاية يوليو الماضي بلغ 13 مليار و600 مليون دولار أمريكي، ما يزيد عن 13 مليار منها هي عائدات النفط، فيما تتوزع النسبة المتبقية على عائدات الغاز والمكثفات والمنتجات والبتروكيماويات واللدائن، وهو ما يفوق إجمالي الإيرادات لعام 2017 التي بلغت 13 مليار دولار أمريكي، وذلك رغم أزمة خليج سرت الأخيرة وغيرها من التحديات التشغيلية الوطنية والتي تسببت بخسارة حوالي مليار و200 مليون دولار بمعدل 76 مليون دولار يوميا. تقرير المؤسسة يشير إلى أنها إذ تمكنت من مواصلة عملها دون عوائق فإنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 23 مليار و400 مليون دولار أمريكي حتى نهاية العام الحالي، أي ما يعادل زيادة سنوية بنسبة 80%، وهو أعلى إيرادات سنوية منذ 2013.